مستعجلة بقى وعايز تعملي غدا سهل وسريع وما ياخدش منك وقت، تعالي النهارده هنعمل مع بعض غدا تحفة ان شاء الله، تشوفي الطريقة وتعجبك جدا جدا. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة طبعا معايا 1/2 كيلو طماطم، جبت الطماطم ورحت جاية مفتحاها بالشكل ده من الجنبين زي ما انت شايفة، تمام كده. وبعد كده اخلص الكمية بتاعتي كلها وراح جاية حطها في الحلة، وكمان هجيب مية مغلية كنت غليها في الكتل وراح جاية حطها عليها، وهسيبها كده لمدة 1/2 ساعة منقوعة في قلب المية، وبعد 1/2 ساعة نرجع ونشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى جبت بصلاية ورحت جاية مقطعاها، اقطعها قطع صغيرة جدا بالشكل ده كده. وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. جبت الفلفل سواء فلفل الوان او فلفل اخضر الموجود عندك هتشتغل بيه، هروح جاية منضفاه، وبعد ما نضفته هبدأ بقى اقطعه كده، تمام حلو قوي كده. وبعد كده هحطه في الطبق ويبقى كده كمان الفلفل جاهز معانا. رجعت بقى للطماطم بعد 1/2 ساعة وبدأت اقشرها، هشيل القشرة بتاعتها كده من عليها، تتشال معاكي بكل سهولة عشان كنا حطينا في المية المغلية اهو، تمام. وبعد كده بقى هروح جاية ماسكاها ومقطعاها مكعبات صغيرة، تمام. اقطع الطماطم كلها كده بنفس النظام، حلو قوي كده. ويبقى كده خلاص كمان الطماطم جاهزه معانا. نروح بقى على عين البوتاجاز، حطيت مكعب زبده وعليه شويه زيت صغيرين جدا، واول ما سخن معانا نزلت عليه بالبصل، وبعد كده رشه ملح بسيطه جدا عشان البصل يستوي معانا بسرعه. وبعد كده قلبتهم تقلبتين ونزلت عليهم بالفلفل الالوان، قلبتهم برضو تقلبتين. وبعد كده نزلت عليهم بالطماطم، وهبدا بقى اتبل بقى الفلفل والطماطم والبصل بالملح والفلفل الاسود، وهقلبهم بالشكل ده. هغطي بقى الخضار واسيبه على نار متوسطة لغاية الخضار ده لما يستوي معانا، وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل ايه، تمام كده. هنا بقى جبت 4 بيضات ورحت جاي حطاهم في الطبق، وضفت عليهم ملح وفلفل اسود حاجة بسيطة جدا، واروح جاي مقلبهم كويس جدا كده. وتعالي بقى نرجع للخضار بتاعنا ونشوفه كده، الخضار بتاعنا استوى اهو زي ما احنا شايفين كده. هروح جاي فرداه في قلب الصينية، وهجيب بقى البيض وراح جاي حطاه على الوش، تمام. وبعد كده بالمعلقه بقى وراح جاي مقلباهم، بصي يعني مش تقليبه جامده، يا دوب بس البيض يختلط مع الخضار بالشكل ده كده، حاجه بسيطه جدا بس كده خلاص. زي ما انا حطاه كده على نار متوسطه هسيبه زي ما هو، مش هعلي النار عليه، واغطيه واسيبه بقى لغايه البيض لما يستوي نرجع ونشوف كده. البيض استوى معانا اهو، هروح جايه بقى على طول جايبه جبنه موتزاريلا، انا كنت جايبه 8 كيلو مش كتير قوي يعني، ورحت جايه حطاهم على وش البيض كده بالشكل ده، واروح جايه مطفيه النار واغطي بقى الجبنه واسيبها لغايه لما تسيح من السخونيه بتاعه البيض بس كده. وبعد شويه نرجع، طبعا الجبنه ساحت، رحت جايه رشه على الوش كده بقدونس، بجد طعمها وريحتها وشكلها حلو جدا. كنت عاملاها كوجبه غدا، وكمان كنت عامله جنبيها شويه بطاطس مسلوقه وبطاطس محمره وبتنجان، كانت بجد وجبه تحفه جدا. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم، سهله وبسيطه. انا ساعات كتير قوي بعملها كمان من غير جبنه موتزاريلا، بقى طعمها حلو قوي برضو لو انت حابه تعمليها كده، بس انا قلت اعملها معاكم النهارده بالجبنه الموتزاريلا، بجد تحفه وحلوه جدا. باذن الله هتجربوا الطريقه وهتعجبكم، سهله وبسيطه وسريعه ومخدتش وقت. متنسونيش باللايك والكومنت الحلو، وجزاكم الله كل خير على حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله.